أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري. ولو عملت شير يبقى فيك الخير. 3 2 1. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة، مكملين مع يونت 12 لطلاب تالتة ابتدائي. عنوان الوحدة على طول: I'd like chicken please. أنا أريد فراخ من فضلك. I'd like يعني أنا أريد أو أنا أحب. أنا أحب فراخ من فضلك. I'd like chicken please. على طول نروح لكلمات الدرس الأول والعنوان: meals and food يعني وجبات وأطعمة. معنا في أول الوجبات سوب شوربة، سوب شوربة، chicken دجاج، chicken دجاج، rice رز، rice رز، vegetables خضروات، vegetables خضروات، vegetables، potatoes بطاطس، potatoes بطاطس. كل ده تحت الاسم الفود. طيب لو انا حابب حاجة معينة بقول I'd like واجيب اسم الايه، اسم الاكلة اللي انا عايزها، وفي الاخر بليز من فضلك عشان ابقى بطريقة مؤدبة. لو انا عايز شوربة اقول I'd like soup please. لو انا عايز دجاج اقول I'd like chicken please. طب لو انا عايز خضروات اقول I'd like vegetables please. طب لو انا عايز رز اقول I'd like rice please. يبقى I'd like واسم الاكلة اللي انت حاببها. عايز بطاطس بقول I'd like potatoes please. أنا عايز بطاطس من فضلك. بعد كده تعالى نشوف هنا كانت بتقول إيه مع هاني. بتقول Would you like some soup؟ Would you like some soup؟ Would you like some؟ يعني هل تريد بعض؟ Would you like some؟ لو أنت عايز تقول لواحد أجيب لك شوية مية أقول له Would you like some water؟ أجيب لك شوية شاي؟ Would you like some tea؟ لو انت عايز شويه شوربه اقول له would you like some soup. لو هو عايز بيقول لي yes please، نعم من فضلك، yes please. هاني قال ايه؟ قال what would you like، وماذا تريدين؟ what would you like هاني، what would you like، ماذا تريد يا هاني؟ what would you like. I can't yes I can wait، the food is delicious here، الطعام هنا لذيذ جدا، انا اقدر استنى. طيب هو لما لو what would you like هاني، ماذا تريد يا هاني؟ قال له I'd like chicken please، انا عايز دجاج من فضلك. I'd like chicken please، زي ما قلنا بنجيب اسم الاكله I'd like واسم الاكله وفي الاخر please. طيب would you like some rice، اجيب لك بعض الرز، هل تريد بعض الرز؟ would you like some rice. no thanks، واضح ان هو مش بيحب الرز، فقال no thanks I prefer potatoes، انا افضل الايه، البطاطس، انا افضل البطاطس. فقال لها is that everything، هل هذا كل شيء؟ فقالت له yes I can't wait، انا مش قادر استنى، the food is delicious here، ده الاكل جميل هنا، يعني هات لنا الاكل بسرعه. بعد كده thanks for your help، لما حد يقدم لي خدمه فانا اقول له في الاخر thanks for your help، يعني شكرا على مساعدتك، thanks for your help. فأقول له العفو أو على الرحب والسعة أقول له you are welcome. you are welcome. لما واحد يقول لي thank you أقول له you are welcome، يعني على الرحب والإيه والسعة. بعد كده تعالى نبص بقى على الوجبات. إيه هي الوجبات اللي معانا في اليوم بناكل إيه؟ أول حاجة بناكلها الصبح هي البريكفاست، الإفطار، بريكفاست الإفطار. وبعد كده lunch، lunch الغدا، lunch. وبعد الغدا على طول dinner، العشاء، دينر العشاء. وممكن اكل سناك يعني وجبه خفيفه، سناك. طيب علشان بقى اقول انا اتناول، قلناها في اول حاجه خالص I have يعني انا اتناول. I have breakfast يعني انا اتناول افطار. I have dinner انا اتناول العشاء. I have lunch انا اتناول غداء. I have a snack اتناول وجبه خفيفه، اي حاجه خفيفه. وعلى فكره اقدر اقول I have chicken for lunch يعني أنا بتغدى فراخ. I have eggs for breakfast أنا
بتناول البيض لوجبة الإفطار. يبقى الفعل have معناه تمام يتناول. We usually احنا دايما we usually eat three meals a day. بناكل ثلاث وجبات في اليوم. When we are hungry between meals ولو جوعنا ما بين الوجبات we have a snack. بنتناول وجبة خفيفة أي حاجة خفيفة. We have breakfast in the morning. نتناول الإفطار في الصباح. We have lunch in the afternoon. نتناول الغداء بعد الظهر. We have dinner in the evening. والعشاء في المساء. We have dinner in the evening. في المساء بنتعشى. تمام. الوجبات هي قدامي breakfast, lunch, dinner, snack. Breakfast, lunch, dinner, snack. معانا تمرين بيقول read and match. وصل. We have breakfast بنتناول الإفطار إمتى؟ برافو عليك تاخد بي in the morning في الصباح. What would ماذا تريد؟ ماذا تحب؟ What would you like؟ What would you like؟ ماذا تحب؟ طيب is that هل هذا كل شيء؟ Is that everything؟ هل هذا كل شيء؟ No thank you. No thank you. I prefer potatoes. تمام لا شكرا انا احب او افضل الايه البطاطس. طيب choose the correct answer اختر الاجابه الصحيحه. I'd like ولا I'd drink ولا I'd play chicken please. طبعا قلنا I'd like chicken please. هاني drinks ولا prefers ولا reads rice. طبعا هاني prefers يفضل الارز. I have dinner ولا lunch ولا breakfast in the morning in the afternoon في الظهر يبقى lunch. I have a snack lunch dinner between meals بين الوجبات. I have a snack when I am hungry طبعا. I have breakfast in the after امتى morning ولا afternoon ولا evening طبعا in the morning في الصباح. اما في listen to balanced diet يعني وجبات متوازنه او نظام غذائي متوازن balanced diet. Apples تفاح carrots جزر eggs بيض rice أرز fish سمك meat لحم potatoes بطاطس soup شوربة cheese جبنة salad سلطة lettuce خس. طبعا ده كله ايه healthy يعني حاجات صحية. تعالى بقى نبص على unhealthy. unhealthy معانا candies حلويات chocolate شوكولاتة burger البرجر باستا مكرونة fries البطاطس المقلية ice cream. كل الوجبات دي unhealthy زي ما انت شايف الراجل بعد ما كل بقى وزنه قد ايه unhealthy. تعالى نقرا طبعا البالانسد دايت ويقال لي البالانسد دايت is important يعني حاجة مهمة جدا. it helps us to have a healthy body بيساعدنا على ان احنا يبقى عندنا جسم قوي. We need to eat a lot of fruit. لازم ناكل فاكهة كتير and vegetables وخضروات. This is the biggest part of a healthy diet. اهم شيء في الهيلثي دايت. Fruit and vegetables give our bodies vitamins. بتدينا الفيتامينات. The next biggest part of our diet should be bread. خبز. Cereal. And potatoes. They give us fiber and carbohydrates الألياف والكربوهيدرات يعني النشويات. milk and dairy products اللبن والمنتجات الألبان give us calcium تدينا الكالسيوم. this make our bones بيخلي عظمنا ايه strong. meat and fish give us protein واللحمة والسمك بيدينا البروتين. we need a little fat عايزين نسبة دهون قليلة and very little sugar ونسبة سكر قليلة. we also need to drink a lot of water نشرب مية كتير. water helps our bodies to take the nutrients يعني nutrients from the food we eat طبعا بيخرج لنا منه العناصر الغذائية. nutrients يعني العناصر الغذائية.
تعال نبص كده على الجدول اللي معانا ده، بيقول لي مثلا ان الفيتامينز موجوده في الفروت والفيجيتابلز، كربوهيدرات موجوده في البريد والسيريلز والبوتيتوز، البروتين فيش اند ميت، الكالسيوم موجود في الميلك يوجرت تشيز، فاتس اند شوجر السكر، والدهون موجوده في الاويل والفات والشوجر. اما في ليسون 3 تعال نشوف ا هيلثي هارت، يعني القلب السليم او القلب الصحي. healthy diet وجبة صحية، healthy diet وجبة صحية، exercise تمرينات، water تمام، pump يضخ، blood الدم، oxygen أكسجين، organ عضو، nutrients يعني عناصر غذائية. طبعا ده كل احتياجات الايه الهارت، heart يعني القلب. heart pumps blood، الهارت ده القلب ده بيضخ الايه الدم. تعال نبص على التمارين اللي معانا. The heart is القلب ده ايه؟ an organ in your body، ده عضو من اعضاء الايه الجسم. The heart pumps بيضخ ايه؟ body blood around the body، طبعا بيضخ الدم حوالين الايه الجسم. طيب the blood carries بيحمل ايه؟ oxygen and nutrients تمام. I go for a walk، بتمشى. طيب choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. The blood carries organs and oxygen ولا heart around the body. بيشيل الإيه الأكسجين. The heart is an organ، تمام عضو. We need to keep our hearts healthy، لازم نحافظ على صحة قلبنا. I pump ولا exercise ولا carry every day. I exercise، أنا بتدرب كل يوم. The heart pumps ولا eats ولا drinks blood، بيضخ الدم زي ما قلنا، يبقى pumps blood. دلوقتي جا معادنا مع الفونكس تايم، حرف G أو دبل G. طبعا الدبل هنا زيه زي الحرف الواحد. egg egg، foggy foggy، egg بيضة، foggy ضبابي. الان برضو نفس الوضع، dinner sunny، dinner العشاء، sunny مشمس. الدبل تي باتا باتا زبدة، كتن كتن قطة صغيرة. التمرين اللي معانا بيقول read and match، اقرا ووصل. would you، قلنا would you like، تمام كويس ان انت لسه فاكر would you like. the heart is، قلنا عليه an organ، تمام. I eat، انا باكل. ها in the restaurant، برافو عليك، في المطعم. restaurant يعني المطعم. fish and meat، السمك واللحمة. give us protein، تمام يدينا البروتين. we have breakfast lunch dinner in the morning، طبعا في الصباح يبقى breakfast. cereals and potatoes give us vitamins proteins carbohydrates، طبعا ده بيدينا الايه carbohydrates. we have lunch dinner breakfast in the evening، في المساء يبقى dinner. the blood carries oxygen، تمام. burger and pizza are unhealthy، دي حاجات غير صحية. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.